حربنا سما بياد حربينا سوا مزروع فوق ترابها وعجبه كل احبابها وبتضل عالي فوق ليا. يسعد صباحك يا سمر، كيفك اليوم؟ تمام وانت؟ الحمد لله كثير منيحه. يسعد صباحك عن جديد، وصباح كل مين عم يتابعنا. نهار جديد بتمنى يكمل معه كل الخير والسعاده والطاقه الايجابيه والصحه والسلامه لكم. مثل كل يوم عنا العديد من الضيوف والفقرات والاخبار المنوعه ابو برفتنا، لكن اكيد بالبدايه برجع بصبح على زميلتي ليا. انا بدي ارجع يسعد، انا بدي ارجع اقول لك يسعد صباحك سمر، صباح الخير لكل مشاهدي الاخباريه السوريه. ان شاء الله هاليوم يحمل معه كل شيء حلو لكل الناس، يعني شوب وتحضيرات للمدارس وتحضيرات كثيره وقطعت كهرباء، نتحمل هالشوب ان شاء الله. هيك دائما بنقول بكره احلى وبكره احلى وإن شاء الله فترة وبتروح، وأكيد بصباحنا نتمنى الصحة لكل الناس. خلينا نروح لفاصل صغير لحتى نبلش صباحنا لليوم. مثل العادة حنرجع بالذاكرة لورا ونتعرف على أحداث صارت بمثل هاليوم بالتقرير التالي. اليوم 8 أب، عبر الزمن والسنين تسجلت بهاليوم كتير من الأحداث. قراءة سريعة لذاكرة هاليوم. بعام 1941، بداية الحصار النازي لمدينة لينينغراد السوفيتية وذلك في الحرب العالمية الثانية. بعام 1943، إيطاليا تعلن استسلامها بدون قيد أو شرط في الحرب العالمية الثانية. بعام 1986، بدأ عرض أول برنامج حواري للمذيعة أوبرا وينفري. بعام 1991، جمهورية مقدونيا تعلن استقلالها عن يوغوسلافيا. بعام 2016، وكالة ناسا الفضائية تعلن إطلاق مسبار أوسايرس ريكس إلى كويكب بينو. ومن الشخصيات يلي شهد تاريخ اليوم على ولادتها بتاريخ 1830، الأديب والشاعر الفرنسي فريدريك ميسترال. كما شهد تاريخ 8 أيلول على وفاته بعام 1949 ريتشارد شتراوس، موسيقي نمساوي. هاي كانت أبرز الأحداث يلي صارت بتاريخ 8 أيلول. نهاركم سعيد. أولى فقراتنا لليوم رح نروح فيها مع النجاح والتفوق وكيفية الوصول لمرحلة النجاح والتفوق والاستمرار فيها. كثير بنسمع عن مدارس المتفوقين وكثير بنسمع عن الانتساب لها من قبل طلاب الشهادة الإعدادية، لكن شو هي شروط القبول وشو بيميز مدرسة المتفوقين عن باقي المدارس؟ هالمعلومات رح نحكيها أكثر ورح نطلع
أكثر، رح نتناقش فيها أكثر مع الدكتورة سبيت سليمان مديرة البحوث في وزارة التربية. صباح الخير دكتورة، أهلا وسهلا فيك. صباح النور، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح النور. بالبداية خلينا نعرف مدارس المتفوقين من أي مرحلة وإلى أي مرحلة بتستقبل الطلاب؟ اولا يعني حبي انا احكي شوي عن موضوع تاريخ المدارس المتفوقين اولا، بالاضافه لانه الاهتمام بالمتفوقين بشكل عام في الجمهوريه العربيه السوريه وزاره التربيه نبع من عام 1998، ذلك انها قامت بفتح مجموعه من المدارس على مساحه القطر، وهذه المدارس لها أهمية كبيرة كونها تعنى بالقدرات العقلية، ذلك أن القدرات العقلية هي أصبحت من أهم الاستثمارات التي يمكن أن تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية، ذلك أن الاقتصاد المعرفي اليوم هو أهم أنواع الاقتصاديات التي يمكن أن يعتمد في أي بلد من البلدان، بسبب أن هذا الاقتصاد هو يشكل، هو يعني بمعنى أنه لا ينضب على الإطلاق يكون، وخاصة إذا كان متوفر في القدرات البشرية ضمن البلد. لذلك كان الاهتمام بهذه المدارس اهتمام كبير وانتشار على مساحة القطر في كل مدرسة واحدة، لكن في عام 2012 أيضا صدر قرار بأن يتم التوسع في هذه المدارس أيضا في مناطق الريف، لكن الأحداث التي حدثت في الجمهورية العربية السورية لم يتسنى لوزارة التربية أن تعمل على افتتاح هذه المدارس في بعض الأرياف. نعم دكتورة، كيف بيتم الانتساب إلى المدارس المتفوقين؟ شو هي الشروط؟ يعني فيه أي طالب يدخل وينتسب إلى المدارس ولا؟ وأيضا في عدد محدد لازم صح؟ طبعا مدارس المتفوقين إلى معايير وإلى تعليمات ناظمة وإلى شروط أيضا، كونها هي بالأصل تعنى بالتفوق أي بالقدرات العقلية العليا، ولذلك هنالك بعض الشروط: أن يحصل الطالب على 90% من مجموعه العام من مجموع الدرجة النهائية للتحصيل الدراسي لديه، أن يكون حاصلا على 90% في هذا الشرط أساسي. أيضا الشرط الثاني أن لا يكون لديه أي رسوب في أي صف من الصفوف، وأن يكون يعني بالنسبة لأقرانه بنفس العمر تماما، ذلك أن شرط العمر وشرط العلامة وشرط عدم الرسوب هم ثلاث شروط أساسية للدخول إلى هذه المدارس. أكيد. خلينا نحكي على شو اللي بيميز مدارس المتفوقين برأيك، وآلية التدريس على شو بتعتمد؟ طبعا مدارس المتفوقين كونها تعنى بالقدرات العقلية لابد أن يكون لديها طرق وأساليب وتدريس يختلف عن باقي المدارس، أو طرق التدريس هي بحد ذاتها تختلف، لأنه عندما تتعاملين مع طالب متفوق هو يفرض عليك مجموعة من الإجراءات يعني الإجراءات التي يمكن أن يتقيد بها المعلم، من خلال أن الطلاب المتفوقين دائما هم يعني دائما يعني بنشوفهم أنه سريعين الفهم، سريعي الإدراك، لديهم الإدراك عالي جدا، وبذلك هم لا يستطيعون أن يحفظون بطريقة البصم والحفظ والاستذكار، هذه الطرق بالنسبة لهم تعتبر تدعيهم إلى الملل وبالتالي إلى الضجر خلال القاعة الصفية، لذلك وجدت هذه المدارس لتعتمد على الطرق الاستكشافية والطرق تنمية المهارات التفكير العليا لدى هؤلاء الطلبة، لكي يتسنى لهم عملية الاستقراء والاستنتاج من خلال عملية التعليم ضمن هذه المدارس. تمام دكتورة، كيف يعامل الطالب يلي تراجع بدراسته خلال سنة الدراسة؟ هو حدا متفوق ولكن لظرف ما تراجع بالدراسة، كيف تتعاملوا معه؟ كيف الطريقة لحتى يمكن تتساعدوا مع الأهل وتتساعدوا مع الطالب لحتى يسترجع؟ شكرا على سؤالك، وكثير سؤال مهم جدا. دائما بيقول المتفوق انهم ما بيحتاجوا لمساعدة، ما بيحتاجوا لإرشاد، ما بيحتاجوا، ما عندهم مشاكل. على العكس تماما، الطالب المتفوق عنده مشكلاته، عنده همومه، عنده أشجان، وحتى بطريقة الدرس عنده أشجان، لأنه ممكن معلم معين ما كتير يستسيق طريقة الدرس، يعني طريقة أعطاء الدرس مع هذا المعلم، فبالتالي يسبب لديه إرباك. لذلك هنالك وجد الإرشاد النفسي والاجتماعي في هذه المدارس لمعالج جميع المشكلات التي يمكن أن يتعرض لها الطلبة، بالتعاون طبعا مع الأهل بالدرجة الأولى. كتير نحن بنشوف أنه الطلاب المتفوقين يعني هم يحتاجون إلى اهتمام أكبر. لماذا هذا الاهتمام؟ كونهم يعني بتحسي الطالب يعني إحساسه كتير يعني حساس،
إذا بيتعرض لأي انخفاض بأي درجة من درجاته العلامات يسبب له مشكلة كبيرة جدا على غير ما يتعرض له بعض الطلبة إذا كان نقصه كذا علامة ما كتير مشكلة عنده، لكن الطالب المتفوق جزء من العلامة ممكن يأثر على نفسيته، وبالتالي نحن بنكون كتير حريصين على هذا المنحة أيضا. بالإضافة لأن طرق التعامل، يعني هلأ لما أنت بتتعاملي مع طالب ذكي، مع طالب متقد يعني بالذكاء بالحماسي، بيعطيك هو أفكار، يعني احنا طلابنا هنن بيعطوا افكار، بتشوفي الطالب صف سابع عم يخترع شيء معين، عم يقدم افكار جديده، بتشوفي من خلال المشروعات اللي بيقدموها الطلاب المتفوقين، ما بتحسي حالك انت امام طالب، بتحسي امام يعني حاله تعليميه عاليه تماما، وفي فعلا في منهم علماء، لكن هذا يحتاج الى صقل وصبر واستثمار واعتناء بهذه القدره التي تدعو، يعني هي نقطه بدء في مجال الابداع والابداع والتطور عند هذا الطالب. لذلك هنالك مجموعة من الإجراءات تقوم بها وزارة التربية للاعتناء بهؤلاء الطلبة. أكيد. خلينا نحكي عن الامتحانات القبول للطلاب، كيف عم تكون الأسئلة؟ هل هي أسئلة ثقافية عامة ولا هي أسئلة من كتب المدارس؟ طبعا انا حابه اقول نقطه هون وبحب اوضحها للاهل، انه نحن التحصيل الدراسي هو جزء اساسي من عمليه يعني من عمليه الاختبار. ليش؟ لانه انا مو معقولي اني انا 6 سنوات من الصف الاول للسادس امحيهم للطالب واعتمد على بعض الاسئله. نحن هذا جزء، لانه فينا نعتبر التحصيل الدراسي هو عامل اساسي من عوامل الذكاء، هو أحد العوامل الهامة التي يمكن أن يرتكز عليها عملية الإبداع وعملية الاستقراء وعملية الاستنتاج. لأني أنا 6 سنوات الطالب عندي هو مبدع، هو يعني متفوق، ولذلك أنا هاي 6 سنوات لابد من أخذها بعين الاعتبار وأخذ الدرجة النهائية لها لكي تكون لدينا يعني محصلة من ضمن المحصلات التي يمكن أن يعتمد، إضافة للاختبار الكتابي. الاختبار الكتابي هو صراحة من الكتاب، ولكن هنالك 30 علامة للقدرات العقلية. هذه القدرات العقلية تعتمد على الاستقراء والاستنتاج وطريقة التفكير، طريقة التفكير، طريقة ربط العلائق مع بعضها البعض، وهذا ما يتمتع به المتفوقون أيضا. يعني حتى تستطيع تميزي طالب متفوق من، لابد أن تطرحي عليه بعض الأسئلة التي تتعلق بالقدرات العقلية، وهنا منها ومن هنا نستطيع نحن يعني أو نعتبرها ركيزة من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها اختبار المتفوق. تمام. دكتورة، مؤخرا صدرت نتائج لطلاب مقدمين على مدارس المتفوقين وما نجحوا أو ما نقبلوا بالمدارس وصار في اعتراضات، خلينا نوضح الصورة، خلينا نعرف شو صار. اللي صار هو صراحة أنه علامة الاختبار هي موضوعة من 100، يعني إحنا بنكتبها من 100. نحن عندنا علامة الاختبار تبع مدارس المتفوقين والنتائج السابقة بالمدارس العادية. نحن في عندنا تماما محصلتين، عندنا الاختبار بالإضافة للدرجة النهائية للتحصيل الدراسي. اللي بالمرحلة الثانوية صار الإشكالية اللي صارت إنه يعني هي بالأصل من ألف، لأنه نحن العلامة النهائية الدرجة النهائية هي 3100. هذه العلامة تم الحساب الاختبار على أساس 100 وليس الألف، وهنا حدثت الإشكالية. وطبعا هي الإشكالية فنية صراحة وليست لديها أي يعني فنية تماما، يعني بدل ما يجمع بألف جمع بمية، وهون كانت الإشكالية. وشو الترتيبات؟ الترتيب أعيد الوضع كما كان، وتم الجمع القبول من ألف مباشرة بنفس يعني خلال ساعات تماما تم تصحيح الموقف. أكيد. خلينا نحكي لك عن دكتورة بالختام نصائح لجميع الطلاب اللي انقبلوا بمدارس المتفوقين، شو بتحبي تقولي لهم؟ طبعا بحب أقول لكل الطلاب بشكل عام أنه التفوق مانو يعني مسألة كتير صعبة. أنا بتمنى من جميع الطلاب المتفوقين، يعني هم بيعرفوا حال المتفوقين وعندهم قدرات يعني أنا بحسها عالية جدا، لكن أنا بتمنى يكون التوجه لكل الطلاب قديش نحن فينا نكون متفوقين. يعني فكرة المدارس المتفوقين هي فكرة بداية أساسية، إنه كيف أنا بتجه بالتعليم بجودة التعليم إلى أن يصبح لدينا كل الطلاب متفوقين. التفوق يعتمد بنقطة أساسية على عملية الفهم الإدراك الجيد،
يعني الإدراك الجيد هو بحد ذاته بيعطيني استيعاب جيد، الاستيعاب الجيد بيعطينا تحليل جيد، هذا التحليل الجيد أنا ممكن أعتمد عليه في طريقة الاستنتاج والاستقراء وتركيب المعلومة. لذلك أتمنى من جميع الطلاب أن ينحوا مع زملائهم نحو التفوق، وأتمنى للطلاب المتفوقين أن يحتفظوا بهذا التفوق وأن يكون نقطة ارتكاز للانطلاق نحو الإبداع والابتكار. يعني التفوق هو هدف، لكن نحن هدفنا أكبر من هيك، هدفنا تنموي، هدفنا اقتصادي، هدفنا قديش نحن فينا ننهض ببلدنا. يعني هي الطلاب نحن ما بهمنا العملية التعليمية إذ لم يكن لديها آثار على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية في بلدنا، لأن التعليم هو الثمرة الأساسية والكنز الثمين لهذا البلد، وأي بلد من البلدان لا يمكن أن ينهض ويرقى باتجاه الرقي الصحيح إذ لم يكن لديه علماء. العلماء هم الثروة الحقيقية التي يمكن أن تنهض بها الأمة، وأنا أتمنى لبلدنا ولطلابنا فعلا أن نعتمد على هذه الثروة، وهم أيضا أن يسخروا ويستثمروا هذه الطاقات التي لديهم في تنمية بلدنا. أكيد يعطيكي ألف عافية. وكمان نحن بدنا نقول أهم شيء يمكن كمان الدعم النفسي، يعني ظروف الحرب يلي مرقنا فيها وكورونا، اليوم طلابنا كتير بحاجة إلى دعم نفسي يلي هو بجانب التعليم، وشفنا بالاعتراضات يمكن تم إنصاف الطلاب وقبولهم بالطريقة الصحيحة. شكرا كتير لحضرتك دكتورة ولكل الجهود يلي عم تبذلوها من أجل تطوير التعليم والتفوق دائما. أهلا وسهلا فيكم. شكرا لك دكتورة. مثل ما قلتي ليا، بالرغم من كل الظروف الصعبة اللي قضيناها واللي عشناها، بس عنا طلاب وأعداد كتير كبيرة متفوقين، وأكيد بنفتخر فيهم. نتمنى لك كل التوفيق دكتورة. شكرا لك. أما هلا خلينا نروح مع الرياضة والنشاط الصباحي ونتعرف على رياضة حديثة وصارت تجذب كتير من الشباب والصبايا. خلينا نتعرف عليها بتقرير مراسلنا مصطفى كوسا. رياضة الباركور رياضة تعتمد على السرعة العالية واللياقة البدنية وسهولة الحركة، لذلك تجذب العنصر الشاب، حيث بدأت تنتشر في محافظة حلب بجهود فردية بفضل بعض اللاعبين والمدربين، إلا أن عشاقها يطالبون بدعم من الاتحاد الرياضي كونها رياضة حديثة في المدينة. اللعبة تعتمد على الخفة، الرشاقة البدنية والسرعة، وصاروا تجذب أكبر شريحة ممكن من الشباب الأعمار بين 17 إلى 20 سنة، فضل الدعم اللي عم نتلقاه بعض الأشخاص الموجودين معنا هن كانوا بالفريق أو سافروا. يعني هلأ في عنا الكابتن معتز حسناوي، هو كان أحد مدربيني، وفي عندي صبحي وتار، هن لهم فضل كتير كبير بنشر هاي الرياضة في مدينة حلب بالذات. ونحن متمنى أنه يصير لقدام اهتمام أكثر بطولات مثل الألعاب الثانية، لأنه هي يعني اللعبة هيدي الساعة جديدة على سوريا. اللاعبون عبروا عن حبهم لهذه اللعبة لأنها تختلف عن الرياضات التقليدية وتعتبر فنا من فنون القتال، ورغم خطورتها فهي تعتبر منفذا لهم في ظل الظروف التي مرت على سوريا، لكنها تتطلب التركيز الكامل أثناء ممارستها. ألعب رياضة الباركور تقريبا من 5 سنين. اخترنا هالرياضة لأن الرياضة مختلفة عن باقي الرياضات. هي رياضة الباركور رياضة حرة، هي رياضة خطرة عمليا، بس نحن بنحبها. ليش؟ لأنه هي محروفة ونحن بنحب الشيء يكون مختلف. وللأسف يعني مثل ما شايفين بهالحدايق ما في أي صالة ترعى الرياضة الباركور بشكل عام. حبيت هالرياضة لأنها بتقدم نمط جديد من الرياضات غير اللي تعلمناه بالرياضات التقليدية، وهالشي خلانا نطلع من الجو اللي كنا عايشين فيه بالحرب. اللاعب اللي ده يلعب هذا يكون مشغل عقله ومشغل كل ذهنه ومشغل كل حواسه بحيث انه يركز في هاي اللعبة. الباركور رياضة تقوم على ايجاد طريقة للخروج من المواقف الحرجة والهروب منها، وتعني الكفاءة والفعالية، مما جعلها مقصدا لمختلف الفئات العمرية، املا منهم في ان تحظى هذه الرياضة بالمستقبل باهتمام كبير. للإخبارية السورية مصطفى كوسا، حلب.
ليا، استكمالا لما طرحناه في حلقة سابقة عن الحملة التي أطلقتها المنظمة السورية للأشخاص ذوي الإعاقة آمال، وهي حملة مستقبلك مستقبلنا، بناء على افتتاح اختصاصات جديدة ضمن الجامعات السورية بهدف رفد المجتمع السوري باختصاصيين مؤهلين للعمل ضمن الاختصاصات التالية: العلاج النفسي حركي، تقويم الكلام واللغة، علوم السمعيات، والعلاج الوظيفي. لنتعرف أكثر عن هالمبادرة وخاصة في مجال علوم السمعيات، معنا الدكتور حسام حديد اختصاصي في مركز الاستقصاءات السمعية في منظمة آمال، والأستاذة فرح جبري اختصاص علوم السمعيات. اهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. يسعد صباحكم دكتور حسام. بالبدايه يعني من حلقات سابقه كانوا معنا ضيوفنا ايضا من منظمه امال، وكنا عم نحكي عن دور العلاج النفسي الحركي واللغه والنطق عند الاطفال ودعمهم وتحفيز هي الاختصاصات لحتى تصير اكثر منتشره بين الشباب والصبايا دراسه. حتى خلينا نحكي عن اهم هي الاختصاصات. تماما، يسعد صباحكم جميعا. صباح. وصباح المشاهدين. هلا الاختصاصات الجديده اللي حمله امال عم تتولاها حاليا بنشره من خلال ادخال او توطينها بالجامعات السوريه. هلا مبدئيا جامعه دمشق كليه العلوم الصحيه، مثل ما ذكرتي حضرتك، اختصاص علم النفس الحركي والتاهيل الكلام واللغه، واضافه لعلوم السمعيات. بالنسبة لعلوم السمعيات بالتحديد، هو اختصاص يعني بفيد المجتمع بشكل كامل، لازم يكون موجود، لابد انه يكون موجود، وهالشيء ارتأته آمال من خلال علاقتها مع المجتمع، من خلال علاقتها مع الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل رئيسي وعملها معهم، إضافة للأشخاص العاديين اللي كمان بيحتاجوا هالأمر من خلال حياتهم العامة. ومن خلال رؤية آمال لهذا الموضوع، ما بكفي نحن أنه نوفر البيئة أو البنية الموجودة أو الأجهزة أو الأماكن، لازم نهيئ الأشخاص ونأهل الأشخاص اللي قادرين أنه يقوموا بهذا العمل بشكل أكاديمي صحيح. وبالتالي من هالمبدأ هذا، من هالمنطلق، من خلال تعاون بين منظمة آمال وجامعة دمشق وزارة التعليم العالي، كان السعي باتجاه إحداث هالبرامج. من فترة طويلة بلشت بماجستيرات التأهيل اللي خرجت عدد كبير من الأخصائيين المنتشرين بكل سوريا حاليا، وكان لهم دور كبير بتطوير هالاختصاصات واستفادة المجتمع منها. حاليا انتقلنا لمرحلة أهم وأعلى، اللي هي تأمين الإجازة الجامعية الأولى لهالاختصاصات هي، من خلال دراسة جامعية نظامية 4 سنين تشمل كل المقررات اللازمة لهيك اختصاصات، المقررات الأساسية، المقررات العامة، المقررات التخصصية. وبعدها ممكن يتابعوا هدول الأخصائيين إما بمجالهم العملي بسوق العمل، أو من خلال المتابعة الأكاديمية بالشهادات الماجستيرات أو الماجستير أو الدكتوراه الأكاديمية الدقيقة. وخاصة أنه المجتمع بحاجة هاي تماما، نحن ننطلق يعني دائما من حاجة المجتمع. تماما. الشباب. خلينا نحكي أكثر، شو هي الفئات الأكثر شيوعا اللي عم بيعانوا من مشاكل في السمع وليش؟ هلا مرحبا. هي كل الفئات هي ممكن تعاني من نقص السمع، سواء نقص السمع الخلقي او نقص السمع اللي بيجي متاخر، او ممكن تكون المشكله مؤقته، ممكن تكون المشكله دائمه. فنحن بشكل عام بعلم السمعيات بيتوجهوا لكل الفئات العمريه، آمال بشكل خاص بتركز على الاطفال وتاهيلهم وتدبير المشكله السمعيه اللي عندهم، سواء بالمعينات السمعيه ويمكن لاحقا بالحلزون. بس علم السمعيات هو العلم يلي بيهتم بدراسه السمع والتوازن والاضطرابات المرافقه له. فنحن بدنا ندرس بعدين شو التدبير وشو التاهيل، سواء لاي عمر بيكون. تمام. أكيد. دكتور خلينا نحكي، يعني اي حدا عنده طفل ممكن يتاخر بالنطق، ممكن يكون عنده مشاكل، ولكن يمكن ما في ثقافه بيقولوا جده تاخر، عمته تاخرت بالنطق. فاي عمر لازم الاهالي هن يلجؤوا للمراكز، لازم يلجؤوا للاختصاصيين لحتى يشوفوا اذا في مشكله سمعيه او نطقيه؟ سؤال كثير مهم، وهو يعني نابع من مشكلتنا اللي نحن انطلقنا منها للحل. بس انا رح جاوبك بطريقه ثانيه. الاخصائيين اللي رح يطلعوا نتيجه هالبرنامج هذا، واللي رح يكون معهم شهاده في علوم السمعيات، هن وسيله مهمه لنشر برامج صحيه على مستوى القطر كله. اهم هالبرامج هي شيء اسمه برنامج المسح الوطني لنقص السمع. نحن من خلال جهدنا وتعبنا دائما بنعمل على انه ننشر ثقافه المسح السمعي. كل طفل ولد حديثا، هلا عم جاوبك على سؤالك، كل طفل ولد حديثا بغض النظر عن الظروف المحيطه بالولاده او الظروف الوراثيه او اي شيء ثاني،
كل طفل ولد حديثا يجب أن يخضع لاختبار اسمه اختبار المسح السمعي، اللي ممكن يقرر سلامة السبيل السمعي أو حاجته لاستقصاءات أخرى لتقييم هالشيء هذا. نحن بنتمنى نوصل لهالنقطة هي اللي هي مسح 100% من الولدان. هلأ بعض الحالات تقتضي مسح بعض العينات ذوي الخطورة العالية حسب قدرة المجتمع أو المشفى أو الإمكانيات الموجودة، بس برجع بقول لك نحن هدول الأخصائيين اللي ممكن يتخرجوا نتيجة هالبرنامج هذا، هن رح يكون لهم دور كبير بنشر هالبرنامج هذا وتوسيع رقعته على مستوى الوطن كله، بحيث انه نقدر نخفف من الحالات نقص السمع اللي ما عم نقدر ندبرها او عم نتاخر بتدبيرها او عم نتاخر بكشفها، بحيث يكون كشفنا بشكل باكر وتدبيرنا بشكل باكر. شو خلفية تاخير الكشف المبكر على نقص السمع او مشكله بالنطق؟ تماما، نحن دائما بنركز على فكره انه موضوع نقص السمع كل ما اكتشف باكرا كل ما امكن تدبيره بشكل باكر. التدبير هو يعني التدبير ما بيشمل فقط موضوع انه يسمع، التدبير كمان بيشمل موضوع انه يحكي. اذا بدنا نحكيها باللغه يعني نحن الكلام واللغه اللي رح يتولاه اخصائيين كلام واللغه بعد اخصائيين السمعيات هو جزء مهم ما ممكن يصير باي وقت من العمر، لابد انه يصير في فتره عمريه معينه اللي هي قبل ال5 سنين اللي هي ممكن انه يتعلم الكلام واللغه بشكل صحيح. فنحن كل ما اكتشفنا بشكل باكر كل ما كلنا دور بالتدبير، إضافة لأمور أخرى من ناحية التوعية، من ناحية نشر الثقافة بهالشكل الجيد بين الأشخاص. هذا الشيء دور مهم لازم يلقى على الأخصائيين المتوقع تخرج. أكيد. خلينا نتعرف أكثر على اختصاص علوم السمعيات. اختصاص علوم السمعيات هو بيدرس السمع والتوازن والاضطرابات المرافقة لهم. بعدين نحن شو التدبير والتأهيل اللاحق لهالشيء؟ نحن بندرس باختصاص العلوم السمعيات انواع الاختبارات السمعيه، شو نحن اذا واجهتنا مشاكل كلام ولغه ففي جزء من المواد بيكون بيتوجه لمشاكل الكلام واللغه والكشف المبكر. ونحن يعني مشان يكون يعني بنحكي اكثر عن اليه عمله، وامتى مثلا اختصاصي سمعيات ممكن يفوت مع الطبيب جراح الأذن بالعمليات كمان؟ خلينا نحكي. هلا نحن بعمليات زراعة الحلزون، الزرعة الداخلية اللي بدها تنحط جوات القوقعة زرعة الحلزون اللي بدها تنحط جوات القوقعة بالأذن الداخلية هي بحاجة لاختبار أثناء العملية. تمام. وهذا الاختبار بيساوي اختصاصي السمعيات بعد ما الجراح يفوت الزرعة لجوا، فنحن بناخذ القياسات مشان نتاكد انه هي فاتت بمكانها وانه ما صار اي قصار، ما صار اي تلامس بين الالكترودات تبعيه الزرعه قبل ما الجراح يسكر الجرح. وبعد اجراء العمليه الجراحيه، بعد اجراء العمليه الطفل او البالغ اللي زرع الحلزون الصناعي بده يتابع معنا باختبارات السمع لحتى نحن نتاكد انه مستوى السمع تبع الجهاز هو ضمن المستوى المطلوب ليكون عم يسمع كل اصوات الكلام. اذا ما كان هالشيء فنحن بنطلب منه معايره بعدين يرجع يتابع معنا لحتى نوصل لهالمستوى. بس نوصل للمستوى السمعي اللي نحن بدنا اياه بصير متابعته معنا دوريه وبصير تركيزه اكثر مع اختصاصي تقويم الكلام واللغه لحتى يقدر يحط له الخطه العلاجيه اللي بده يكمل فيها. بس بعد اذنك لازم نوجه يعني نوضح نقطه، اخصائي السمعيات او اختصاصي السمعيات اللي حيتخرج بموجب هالاجازه هو اختصاصي مستقل بحد ذاته. تمام. يعني هو ما بيشتغل مثل ما مثلا بفتره من الفترات هو كان ضمن اختصاص طب الاذن والانف والحنجره وكان هو مرتبط باخصائيين الاطباء الاذن والانف والحنجره. نحن حاليا ضمن هالاتجاه هذا لازم يكون هذا الاخصائي عم يشتغل بشكل مستقل لوحده ضمن مكان عمله الخاص باعتبار انه هي مهنه طبيه مرخصه. طيب ضمن قانون مزاوله المهن الطبيه. شو الفرق بين دكتور انف اذن حنجره اكيد وبين اخصائي سمعيات؟ خلينا نعرف شو الفرق. هلا انا رح اقول لك شو الفرق. هلا في امور خاصه بطبيب الاذن والانف والحنجره وفي امور خاصه باخصائي السمعيات. يعني التمعن بتخصص السمعيات والدخول فيه بشكل اكثر، موضوع اختصاص السماعات والتعامل مع السماعات ومعايرتها، موضوع معايره الحلزون مثل ما قالت الانس فرح، كل هالامور هي طبيب الاذن والانف والحنجره هو ما لح يكون ضمن مجال عمله الأساسي. بنفس الوقت مثل ما تفضلتي الموضوع الجراحي، الموضوع العلاجي، الموضوع الطبي هذا خاص بطبيب الأذن والأنف والحنجرة. فنحن يعني بوقت معين في تعاون ولكن الأمر مستقل بحيث أنه أنا كطبيب أذن أنف حنجرة بفحص المريض، بتأكد من سلامة السبيل السمعي، ما في عندي التهابات، ما في عندي مشاكل، ممكن حوله لأخصائي السمعيات قيم لي السبيل السمعي.
ودبر لي اياه بالشكل المناسب، ركب له سماعه، اهله السمع عنده بشكل جيد، وبالتالي هن مجالين عمل مستقلين ولكن متداخلين بشكل تعاوني. طب دكتور خلينا نحكي نقطه، يمكن الانتساب للمنظمه والعمل مع فئات عمريه محدده يمكن بدها خبره كتيرة على أرض الواقع. خلينا نحكي أنه المتخرجين الجديد هن قادرين أنه يساعدوا هالطفل ولا لا، بيخضعوا لدورات وبيخضعوا لأمور قبل تماما. هلأ هي فترة الدراسة المتكاملة اللي عم نحكي عنها اللي هي 4 سنين جامعية، 8 فصول جامعية بمواد مقررات أساسية، هي كلها رح تشمل الجزء النظري والجزء العملي. تماما. رح يكون في مقررات عملية عم تتولى التعامل مع أصحاب الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، التعامل مع أهلهم، التعامل مع الأجهزة، التعامل مع حتى من الناحية الطبية، ممكن تصير استاجات ضمن المشافي لحتى يشوفوا كيف يكون الموضوع. وبالتالي وجود هذا البرنامج الأكاديمي المتكامل قادر على تخريج أخصائي جاهز للتعامل مع هالاختصاص بأي مكان عمل ممكن يكون فيه، عيادته الخاصة، منظمة مثل منظمتنا، منظمة آمال اللي هي بتعنى بهالشأن هذا، منظمات أخرى أهلية ممكن تتولى هذا الشيء، مشافي، مراكز، مدارس، كل هاي ممكن يكون فيها أماكن عمل جاهزة لهالأخصائيين اللي متوقع أنه يتخرجوا بعد 4 سنين. أكيد. خلينا نحكي مين المستفيدين بمجال علوم السمعيات، بس هذا الشيء بشكل عام. بشكل عام أي شخص عنده شكوى أو ملاحظة على السمع هو شخص لازم يساوي تخطيط سمع ولازم يساوي تقييم سمع. يعني لما الشخص بيجي على المنظمة مثلاً، نحن أول شيء بناخذ القصة، بعدين بفوت على طبيب الأذنية مشان مثل ما قال الدكتور حسام نتأكد إنه ما في التهابات أو ما في مشاكل مشان نحن نقدر نكمل تخطيط السمع بالشكل الأفضل. فحسب العمر وحسب الشكوى وحسب حالة المريض بنختار الاختبارات السمعية المناسبة لحتى نقدر نوصل لنتيجة. نحن بدنا نشخص هي النتيجة مؤقتة أو دائمة، وعلى أساسها بدنا نختار التدبير المناسب، لأنه نحن بالنهاية هدفنا إنه نحن نحسن حياة الشخص. الشخص اللي عنده مشكلة سمع حيصير في عنده مشاكل بالتواصل ومشاكل بحياته الاجتماعية، ويعني ونحن واجبنا كاختصاصيين سمعيات إنه نساعده يتغلب على هي الصعوبات بالتواصل لحتى ما يكون عنده مشاكل مثلا سوء تفاهم او يكون عنده احباط لانه ما عم تصله كل المعلومه. وبالنسبه للاطفال الصغار بيهمنا كمان انه يكون قدران بالمدرسه انه ياخذ كل شيء عم يوصله من الانسه عشان ما نحط عليه مثلا لبعدين انه هو كسلان او ما عم يركز او شيء. ويعني نحن كمان الاشخاص اللي بيجوا لعنا مو بس نحن بنروح باتجاه نقص السمع، ممكن يكون في عنده مشاكل توحد، مشاكل صعوبات تعلم، بس الاهل او الاساتذه عم يشتكوا انه هو ما عم يسمعهم منيح او ما عم يرد عليهم. فبس ناخذ النتيجة السمعية نحن كمان ممكن نحوله لاختبارات تانية إضافية. تمام. تعقيبا على كلامك أنسة فرح، رح أحكي مع الدكتور بنقطة كتير مهمة. الجيل هلا كله على الموبايل، على الآيباد، ما عنده تركيز، بتلاقي مثلا الولد عم يحكي عادي أو هو بيعرف يحكي، بعد فترة أو بعد شهر شهرين بصير عنده قلة تركيز، بصير عنده مشاكل تانية، بصير عنده تأتأة ممكن. فالمشاكل النفسية المرافقة لمشاكل النطق كمان موجودة بالمنظمة، وكيف بتساعدوا الأهل والأطفال على استرجاع إعادة النطق؟ أنا بس بلح أجاوبك، بس بدي أكمل موضوع الفئات اللي ممكن تستفيد. تمام. أي شخص بالمجتمع ممكن يستفيد من علم السمعيات، بدءا من ولادته نهاية لأكبر عمر ممكن، المجال الصناعي، المجال الخدمي، المجال اللي بيشتغلوا بالأصوات العالية، اللي بيشتغلوا بالاستديوهات، اللي بيشتغل بالمصانع الكبيرة، هدول كلهم أشخاص يعني ممكن يحتاجوا لأخصائي السمعيات. عنا بالمنظمة أي طفل مثل ما قالت الأنسة فرح أو أي شخص بيراجع المنظمة أول شيء بيخضع لشيء اسمه كشف أولي. هذا الكشف الأولي بيتضمن عدة أخصائيين وعدة يعني عدة مجالات بيخضع لها، حتى عدة اختبارات، من ضمنها اختبارات السمع، اختبارات الذكاء، اختبارات النطق، اختبارات نفسية، اختبارات عصبية. بنتيجة هالمجموعة هاي من الاختبارات بنتيجتها رح نوصل لتشخيص. هذا التشخيص ممكن يكون ضمن الأمور اللي حضرتك حكيتي عنها، مثلا الأطفال اللي بيكون عندهم نقص تركيز، قلة انتباه، الأطفال اللي بيكون عندهم مشاكل مثل مشاكل التوحد، مثل مشاكل السمعية اللي بدها علاج. فبالتالي التعامل مع هالحالات هي كان يتم سابقا، خلينا نقول قبل ما آمال تتصدى له، كان يتم سابقا ولكن بشكل مانو أكاديمي، مانو شكل ممنهج، مانو صح.
قد ينتج عنه أخطاء. لما آمال دخلت بهالمجال وفرضت الأمور الأكاديمية الصحيحة لازم تتبع، صرنا نتعامل مع هالموضوع بشكل صح وصار تنتج عنه نواتج صح من خلال التدبير الصحيح وبالوقت المناسب. تمام. يعني بدنا نشكركم كثير وبدنا نشكر جهود وجميع الصبايا والشباب بجميع الاختصاصات يلي تعنى بالنطق وتعنى بالسمع بمنظمة آمال. شكرا لكل الدكاترة، شكرا لكل الجروب يلي معكم يلي عم يشتغل شيء جديد. وبدنا نطلب من الطلاب اكيد يتوجهوا لاختصاصات، نحن اليوم كثير بحاجة. نحن جاهزين لأي استفسار من اي حدا من الطلاب الجداد اللي حابب يستفسر عن هالاختصاص أو يسأل عنه، موجودين دائما منظمة آمال وجاهزين لهالاستفسار لحتى نرفض المجتمع بأخصائيين مقتنعين بالاختصاص وقادرين يقدموا لمصلحة بلدنا ولمصلحة شعبنا اللي بيستاهل كتير الخير. أكيد. تمام. شكرا لوجودكم معنا. شكرا لمنظمة آمال. وهلأ يا ليا حنروح لمجموعة من المعلومات بفقرة هل تعلم. معلومات جديدة بكل يوم نتعرف عليها. هل تعلم بأن الوجبات السريعة والتي تحتوي على نسبة عالية من الدهون هي من أكثر المسببات للشعور بالحزن والاكتئاب؟ وهل تعلم بأن الرياضة لا تساهم فقط في ليونة الجسم والحفاظ على الصحة والقوة، بل أيضا ممكن أن تكون الحل العديد من المشكلات النفسية، فهي تساهم في التخلص من الطاقة السلبية واستبدالها بالطاقة الإيجابية؟ وهل تعلم أن نصيحة بتناول تفاحة صباحاً ليست عبثاً؟ فتناول التفاح بشكل كبير ممكن يسهم في تحسين وظائف المخ وتحسين الذاكرة. وأخيراً، هل تعلم بأن القرفة ممكن تساهم بخفض نسبة السكر في الدم؟ وصلنا لفقرتنا النهائية بصباحنا لليوم. أعطى التطور العلمي مجموعة من الظواهر والمفاهيم الجديدة ومنها الدفع الإلكتروني، وهو نظام متكامل بتقدمه المؤسسات المالية والمصرفية لحتى نسدد ونحول الأموال بشكل إلكتروني وبشكل أسهل وأخف عجقة. رح نحكي أكثر عن هي التقنية وعن إيجابياتها وعن سلبياتها مع دكتوراه بمجال الاتصالات وماجستير في إدارة الأعمال. صباح الخير. صباح النور. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. سعد صباح. بالبداية خلينا نتعرف على آلية الدفع الإلكتروني وشو هي أنواعه. حقيقة اليوم الدفع الإلكتروني مفهوم كبير، يعني فيه تفاصيل كتير، ولكن بالمفهوم العام اللي بيفهمه خلينا نقول المتعامل مع الموضوع هو أنه يسدد أي قيمة مالية، خلينا نسميه إما رسم أو فاتورة أو أي شيء، أو ممكن نوع من أنواع يمكن المشتريات من خلال أداة دفع إلكتروني، يعني بدون ما يكون عم حامل مصاري كاش، بده يفوت يدفع فاتورة أو بده يفوت يعمل أي خدمة يقدر يعملها من خلال وسيلة دفع ومن خلال أداة دفع إلكترونية بدون ما يكون عم يستعمل النقد الورقي.
تمام. يعني خلينا نحكي عن نقطة كتير بنسمع انه ناس عم تشتري عم تبيع عم تدفع وعم تقبض مشان نمو كله دفع عم يقولوا لي من عن طريق التقنيات الإلكترونية. تمام. خلينا نحكي عن سلبيات هاي التقنيات. يعني هلا ممكن حدا يوثق بابلكيشن يوثق باي شيء او دفع الكتروني ويطلع هو غير صحيح او وهمي؟ حقيقه هي القصه خلينا نمشي بمراحل. اول شيء اليوم قبل ما نحكي بسلبيات الموضوع في ايجابيات الموضوع وفي سلبيات الموضوع، فاي موضوع بده يتناقش بالحياه بدنا نحط البروز اند كونز، نحط الايجابيه والسلبيه ونشوف انه الميزان الاهم. هلا عم نحكي على مستوى السلبيات، ما زال بلشنا بالسلبيات ونبلش بالسلبيات عشان ننهي بالايجابيات. اوكي، بس الفكره انه اليوم السلبيه الوحيده الموجوده بالموضوع اللي من وجهه نظري طبعا هي انه بدها تكون ترفع الدفع الالكتروني ب يعني خلينا نقول بباك اند او بشركات تكون قادره تسيطر على عمليه امن المعلومات. يعني اليوم الدفع الالكتروني مشكلته الوحيده اذا كان مو مسيطر على امن المعلومات ممكن يصير في خروقات وبالتالي في عمليات احتيال ممكن تصير. وبنسمع احيانا انه والله البنك الفلاني مدري مين عمل هاكينج عليه، الشركه الفلانيه صار اشكاليه فيها، التطبيق الفلاني صار إشكالية فيه، وبالتالي هو المخاطر الوحيدة في أمن المعلومات. فلازم لما يكون في شركات دفع إلكتروني أو مصارف فعلت خدمات دفع إلكتروني يكون هي عندها رفد بعملية شركات أمن معلومات تكون وراها عم تقدر تعملها بشكل دوري مسح أمني لتشوف إذا في إشكاليات بعملية اختراقات أمنية مشان ما يصير أي مشاكل بالاحتيال. هي السلبية الوحيدة على مستوى الموضوع التقني. على مستوى الموضوع الإداري أو خلينا نقول المالي، الدفع الإلكتروني كله إيجابيات حقيقة، بطل فيه سلبيات. تمام، لكن خلينا نحكي عن الإيجابيات. هي السرعة وسهولة أكيد الشراء وكثير من القصص الإيجابية. خلينا نحكي عن أهميتها من الناحية الاقتصادية كمان بشكل عام. صحيح. هلأ بالنسبة للإيجابيات اليوم نحن حنحكي بالواقع السوري الموجود اليوم بسبب التضخم اللي صاير، فعنا مشكلة كتير كبيرة حتى على مستوى الأشخاص أو على مستوى البنوك أو على مستوى يمكن الدولة بموضوع النقد الكاش. فاليوم بتلاقي أنه أنت اليوم عندك دائما إشكالية بنقل النقد، عندك إشكالية بآلية التعامل مع المفوترين إذا بدنا نعمل عملية مشتريات، وبالتالي من خلال عمليات الدفع الإلكتروني صار فيني أقوم بالعملية هي من خلال وسائل مبسطة، إما من خلال بطاقة أو من خلال أبليكيشن على الموبايل بعمل عملية دفع وإلى آخره. مثل ما شفنا أطلق كذا مصرف اليوم عمليات خلينا نقول موبايل بنكي، أنه تقدر من خلال التطبيق تبع البنك تعملي دفع الحسابات دفع وإلى آخره. فهي بتوفر عملية نقل الكاش والتعامل مع الكاش. هلا على مستوى الاقتصاد بالشكل العام مجرد هو انه حركة المال تصير من خلال نقل الكتروني، فعمليا عندنا ايجابيات غير متناهية. تبدأ بانه نحن صرنا مسيطرين على امور الضرائب بامور المشتريات، وتنتهي بانه عمليا نحن صرنا عم نقدر نعرف كل ترانزاكشن المالي اللي عم يتحرك ونصير نقدر نعمل بناء عليه اناليسز. يعني دائما لما بنقول اي شيء لموضوع الحوسبة أو التحول الرقمي خلينا نسميه، اللي بكسبه دائما هو المعلومات اللي باخدها لأعمل على أساسها تحليلات. هالتحليلات شو بتفيدني؟ التحليلات بتفيدني لأقدر سيطر على القطاعات. فمثلا أنا بشوف أنه مثلا عمليات الدفع الأكثر عم تجي باتجاه قطاع معين، فممكن قوي مجوز الصناعات باتجاه هذا القطاع. تمام. أو مثلا خفف الاستيراد فيه أو ارفع الاستيراد فيه. وبالتالي اليوم على الفيجن الكبير او خلينا نقول على المنظور العام، الدفع الالكتروني بيعطيني فاسيليتي اكبر يعني او اشياء اكثر من فكره انه بس عمليه ادفع بخلال تطبيق او بطاقه او شيء. على المستوى العام او الاقتصاد الدولي حيساهم كثير بنمو الاقتصاد بانه انا عندي اول شيء سيطرت على موضوع الدخل الضرائب، فما عاد عندي مشكلة انه والله التهرب الضريبي، وعندي مشكلة انه هاي الشغلة كيف بدي احسب ضريبتها، وبتلاقي بعدين في استعلام ضريبة والى اخره. خلص ممكن تكون القصة يوما ما انه عندي ضريبة ثابتة على اي مشتريات بتشمل كل شيء وراها، وانا مسيطر عليه من خلال الدفع الالكتروني مثل ما صاير بكل دول العالم. يعني اليوم عم نحكي فوق 70% من عمليات الدفع خلينا نقول مثلا بالدول اللي بتفعل الدفع الالكتروني بتصير من خلال
تولز دفع الكتروني، اما بطاقه مصرفيه. يعني برا ما بنشوف حدا حامل رزمتين كاش وماشي فيهم بالشارع، بنلاقي في بطاقه او بنلاقي في ابلكيشن موبايل بيعمل عمليه الدفع من خلاله والى اخره، من تولز، من ممكن تكون من جهاز بالطريق بنعمل معه عمليات الدفع، ممكن تكون في ابلكيشنات والى اخره ونقاط بيع والى اخره. فبالتالي اليوم هذا حيساهم بشكل كثير كبير برفض الاقتصاد بعمليه الدخل والإيراد من موضوع الضرائب، زائد على مستوى الأشخاص حيريحهم من قصة عملية الاحتيالات اللي ممكن تصير، عملية الآلية الدفع والتسهيل، وخاصة هلأ كورونا. يعني اليوم عنا مشكلة أنه نحن عنا مشكلة أصلا بالتباعد الاجتماعي، فلو في دفع إلكتروني أنا يمكن كنت صار لقيت هالعالم هلأ تشجعت لتعمل تطبيقات لا متناهية بتقدم خدمات لا متناهية، يمكن دفع قيمة هاي الخدمات من خلال الدفع الإلكتروني. وبالتالي اليوم عم بقدر انا سيطر على مثلا على موضوع التباعد الاجتماعي من خلال اقدم خدماتي والدفع الكترونيا. لاحظنا ان الشركه السوريه للمدفوعات اطلقت اليوم كذا خدمه لما ربطت كذا مصرف، مثلا صار فينا ندفع فواتير الهاتف، فواتير المي، فواتير الاتصالات، بعتقد صار فينا ندفع خدمات المركز خدمة المواطن. يعني أنا إذا بدي أعمل خدمة مركز خدمة صار فيني أدفعه من خلال تطبيق تبع المصرف، ويمكن لاحقا يصير في بورت الحكومي إنه أنا نفس الخدمة أخذها بدون ما أروح على مركز خدمة المواطن، أخذها من البيت. كان شو اللي موقفني؟ كان موقفني إنه يكون عندي آلية دفع، فهون صرت بقدر اطلب حتى الخدمه وانا قاعد يمكن بدوامي هون معكم للصبايا، اطلب خدمه حكوميه وادفع حقها. تمام، خلينا نحكي بنقطه، يمكن دائما الدفع الالكتروني هو مربوط مع البنوك كانت او المصارف الخاصه او الحكوميه، ولكن خلينا نحكي كثير في ابلكيشن او كثير في مواقع هي بتكون فيك، هي ما لها حقيقيه. كيف بيتم التاكد انه هي ما لها نصبه؟ كيف بيتم التاكد ويمكن المشاورات قبل ما يسحبوا المصاري من البنك؟ هلا بالحقيقه حنحكي على نطاق يعني خلينا نقول السوري. على بسوريا اليوم طبعا في هيئه اسمها هيئه الوطنيه لخدمات الشبكه اطلقت مجموعه ضوابط ونوازم للتطبيقات. يعني انا اي تطبيق بدي اطلقه بسوريا لازم اخذ اعتماديه من هذه الهيئه اللي هي عندها ضوابط ونوازم لتقدر تعمل مسح امني لهذا التطبيق وتشوف انه ما في اي نوع من انواع النصب والاحتيال، وتشوف اذا ما في اي اشكاليه وبغز، وتشوف انه غير مخترق، وتشوف انه ما في مشكله انه هذا الزلم اللي عم يعمله، وبتاخذ وثائق صاحب التطبيق والى اخره، مشان اذا في اي اشكاليه بتطبيق يكون مرجعيه، في مرجعيه للتطبيق اللي بدي نزله عندي والى اخره. فهون انا بضمن انه هذا التطبيق عمليا له مرجعيه بسوريا. فانا لما بنزل تطبيق بسوريا فحنلاقي كثير شباب اليوم حط لي تطبيقات، وهلا اكيد حنشوفها كثير لقدام، وبالتالي اليوم ما بضمن اتعامل مع تطبيق غير لما اكون انا متاكد انه هذا التطبيق او مذكور باتفاق، لما انزله باتفاقيه الاستخدام. في اتفاقيه استخدام دائما نحن بنعملها اكسبت او اجري او بنكتب موافق دائما بدون ما نقراها. هي اتفاقيه استخدام بتكون فيها عمليا نوع من انواع المذكور فيها الترخيص اللي حاصل عليه او الاعتمادية اللي حاصل عليه التطبيق داخل سوريا. هلا الميزه الاهم انه انا اليوم لاربط هذا التطبيق على الدفع الالكتروني عمليا بدي يكون عم بتعامل من خلال مصرف والى اخره، ولكن كمان انا اي مصرف حيتعامل معي فاكيد حيكون متاكد منه هذا التطبيق مرخص ومعتمد. فبعتقد بسوريا الضوابط والنوازم متقدمه جدا والتشريعات، يعني اليوم التشريعات الموجوده بسوريا لموضوع التطبيقات والدفع الالكتروني من اهم التشريعات اللي موجوده بالدول المجاوره حقيقه. حتى على يمكن يعني اذا بقول لكم قصه يمكن لما بناقش فيها بالوضع الطبيعي لما اقعد مع اشخاص، حتى التشريعات الموجوده بسوريا هي اهم التشريعات الموجوده يمكن بالامارات، مع انه هناك تطبيقات كثير ادفانسد ومتقدمه، ولكن على صعيد التشريعات عم بحكي والقوانين نحن متقدمين فيها كثير. يمكن التنفيذ عنا بده شويه ادابتيشن او بده قصه، يمكن لانه لسه الوعي، في وعي، في مشكله يمكن بالتعامل المصرفي والى اخره. بس بالشكل العام ذكرت انه حضرتك دفع الكتروني من خلال المصارف، هو ممارسة العالمية بتقول انه اما تكون خلال مصارف او من خلال شركات، يعني مو ضروري من خلال مصارف. ففي برا بنلاقي في شركات مثلا مثل ماستر والفيزا هنن عمليا ما هنن مصارف، تمام، بيصدروا بطاقات من خلال مصارف. وبالتالي اليوم مو ضروري الشركة اللي يكون الدفع الالكتروني من خلال مصارف، ولكن ممكن خلال شركات دفع الكتروني. وبسوريا في تشريع وقانون بمصرف سوريا المركزي لترخيص شركات دفع الكتروني تعمل تحت مصارف.
أكيد منتشكرك، منتشكر وجودك معنا، وشكرا على نصايحك القيمة. شكرا. شكرا اكيد كثير لحضرتك، ونحن اكيد بنتمنى انه يصير الدفع الالكتروني بشكل دائم مثل ما ذكرت ببدايه الحديث، انه هذا الشيء بيطور الاقتصاد وبيزيده اكثر واكثر. نشكرك كثير، اهلا وسهلا فيك. اكيد ليا لهم نكون وصلنا لختام مشوارنا الصباحي لليوم، دائما تحيتي لاطبائنا، لرجال الجيش العربي السوري، واكيد لرجال الاطفاء، الله يحميكم والله يشفي كل المرضى ويرحم جميع الشهداء، واكيد تحيتي لجميع كادر الاخباريه السوريه وبرنامج صباحنا غير، وللمخرج الكبير وسام محمد، اكيد شكرا لك وشكرا لجهودكم الكبيره. ولهون بنكون وصلنا لختام مشوارنا الصباحي، بنلتقي بكره على الساعه 9 والى اللقاء. نهارك سعيد يا سمار، وانا اكيد بدوري بدي اتشكر كل المشاهدين، بدي اتمنى لكم نهار كثير حلو يكون على الكل، وهالشوب هيك يكون خفيف على الكل، دائما بدنا نقول بكره احلى وان شاء الله بكره احسن وان شاء الله اللي جاي احلى واحلى، يعطيكم العافيه، باي باي.